يا فيديكا، فيديكا أنا بحاجة أحكي معك شوي. أنا ما بقدر أعيش بدونك، اطلعي، أنا بحاجة أحكي معك هلأ. فيديكا يا فيديكا، ردي علي. فيديكا وينك؟ شكرا. وقف عندك. ما فيك تفوت لجوا. أريا أنا بحاجة أحكي مع فيديكا، هي لازم تعرف كنت الحقيقة. كنت فكرتك أحسن شخص، أروع عاشق وأفضل زوج بهي الدنيا، وحتى أني تمنيت لاقي شريك حياة مثلك. ولهيك كذا مرة أنا تخانقت مع أمي بس كرمالك أنت، لأنه كان عندي ثقة فيك وبحبك. أنا وثقت فيك كتير، بس هلأ لا. كيف فيك تقولي هذا الشيء؟ لك أنت كسرت قلب ماما، أنت خدعت المرأة يلي قلت أنك بتحبها كتير. أنت بتعرف شو هي بتكون؟ أكبر إهانة للمرأة أنه يجي اليوم وتشوف زوجها مع مرأة تانية وهنن كتير منسجمين مع بعضهم. ماما تعذبت وعاشت حياة صعبة، بس لليوم بعمري ما شفتها ضعيفة هيك. أنا بعمري ما شفتها بهي الحالة، وهذا الشيء صار بسببك أنت. اليوم أنت أثبتت لكل العالم أنه كان معهم حق. أي نعم، أنت أثبتت أن الارتباط بين مرة كبيرة وشاب صغير مستحيل أنه يثبت أبداً. اليوم بسببك أنت فقدت ثقتي بالحب وبأي رجال بهذا العالم. أنت خسرت ثقتي فيك بنتي. إذا بتريدي رجاءً، هي الكلمة بالذات ما عاد بدي اسمعها. ما إلك حق تقلي بنتي أبدا، وأنا ما رح أعطيك هذا الحق. ماشي؟ لا، أنت مانك زوج أمي، أنت مانك أبي، وما بيحق لك تكون جزء من حياة فيدو هداك الطفل. لا، أنت خسرت لا، لا، كل لا. الحقوق. أنت هلأ لازم تفهم أنه ما عاد لك أي حق عنا. لهيك رجاءً رجاءً روح من هون، لأني ما رح خليك تلتقي بأمي أبداً. طلع لبرا رجاءً، يلا روح من هون. آريا تعي نشوف. هي يلا شو عم بصير؟ فيديكا لازم تطلعي لهون. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.